بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قمرنا الهاشمي لهذه الليلة هو الإمام علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كان يعرف بالولي والوفي، وكان شديد السمرة، نقش خاتمه لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان يكنى أبا الحسن ويلقب بالرضا والصابر والزكي. ولد رضي الله عنه بالمدينة المنورة يوم 15 من ربيع الأول سنة 53، وأمه أم ولد كانت تسمى الخيزران، وكان رضي الله تعالى عنه قليل النوم كثير الصوم، وكان جلوسه في الصيف على حصير وفي الشتاء على جلد شاه. أما فضائله فيقول عنها الإمام ابن حبان رحمه الله، يقول: الإمام الرضا من سادات أهل البيت وعقلائهم وجلة الهاشميين ونبلائهم. ويقول الإمام الذهبي: علي الرضا الإمام السيد الهاشمي العلوي المدني، وكان من العلم والدين والسؤدد بمكان. يقال أفتى وهو شاب في أيام مالك، وقد كان الإمام علي الرضا كبير الشأن أهلا للخلافة. وقال الإمام ابن حجر الهيتمي عن الإمام علي الرضا: وهو أنبههم ذكرى وأجلهم قدرا، ومن ثم أجله المأمون محل مهجته، وأنكحه ابنته وأشركه في مملكته وفوض إليه أمر خلافته. أما عن قصة زواجه ببنت المأمون فذكرها ابن الجوزي الحنبلي، قال: زوج المأمون علي بن موسى الرضا ابنته أم حبيب، وزوج محمد بن علي بن موسى ابنته أم الفضل. وذكر عن يحيى بن أكثم أنه لما أراد المأمون أن يزوج ابنته من الإمام الرضا قال لي: يا يحيى تكلم. قال: فأجللته أن أقول له أنكحت، فقلت: يا أمير المؤمنين أنت الحاكم الأكبر وأنت أولى بالكلام. فقال: الحمد لله الذي تصاغرت الأمور بمشيئته، ولا إله إلا الله إقرارا بربوبيته، وصلى الله على سيدنا محمد عند ذكره. أما بعد، فإن الله جعل النكاح الذي رضيه سببا للمناسبة، ألا وإني قد زوجت ابنتي من علي بن موسى الرضا وأمهرتها عنه 400 درهم. وذكر الإمام الطبري خبر البيعة لعلي بن موسى بولاية العهد، وفي هذه السنة جعل المأمون علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولي عهد المسلمين والخليفة من بعده، وسماه الرضا من آل محمد، وأمر جنده باطراح السواد ولبس الثياب الخضرة، وكتب بذلك إلى الآفاق. وذكروا عن المأمون أنه نظر في بني العباس وبني علي فلم يجد أحدا هو أفضل ولا أورع ولا أعلم من الإمام الرضا. ولما قام الخطيب بولاية علي بن موسى الرضا العهد بعد المأمون قال: أيها الناس، أتدرون من أصبح ولي عهدكم؟ علي بن موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، 6 آباء وهم ما هم، هم خير من يشرب ماء الغمام. قال القرماني المالكي: وكراماته كثيرة ومناقبه شهيرة، فمن ذلك أنه كان عند المأمون بالمحل الأعلى، فكان إذا جاء إليه بادر الحجاب والخدم بين يديه ورفعوا له الستر، فلما بلغهم أن المأمون يريد أن يبايع له وتواصوا على أنه إذا جاء لا يقومون له ولا يرفعون له الستر. فلما جاء رضي الله عنه على عادته ورأوه لم يتمالكوا أنفسهم إلا أن فعلوا معه فعلهم الأول، ثم تلاوموا فيما بينهم وأقسموا إذا عاد ثانية ألا يرفعوا له الستر. فلما عاد في اليوم الثاني قاموا وسلموا عليه غير أنهم لم يرفعوا له الستر، فجاءت الريح الشديدة فرفعته كعادته وأكثر. فلما دخل سكنت الريح، فلما أراد الخروج رفعت الريح أيضا ثم سكنت. فقال بعضهم لبعض: إن لهذا الرجل شأنا ولله به عناية، ارجعوا إلى خدمتكم له. فرجعوا. وقال له رجل: امرأتي حامل، ادعوا الله أن يجعله ذكرا. فقال: هم 2.
فقلت أسمي الواحد محمداً والآخر علياً، فدعاني وقال سمي واحداً علياً والآخر أم عمرو، فولدت لي غلاماً وجاريةً وسميتها كما ذكر، وقالت أمي إن لك جدة كانت تسمى أم عمرو. روى الإمام الحاكم بإسناده عن أبي حبيب قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام في مسجد وبين يديه طبق فيه تمر صيحاني، فوقفت بين يديه فقبض لي قبضة من التمر وناولنيها، فعددتها فوجدتها 18 تمرة، فتأولت أني أعيش عدتها. ثم بعد أيام قيل جاء علي الرضا من المدينة فمضيت إليه فإذا هو في الموضع الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه والطبق والتمر بين يديه، فناولني قبضة عددتها فوجدتها كقبضة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت زدني، فقال لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم لزدتك. ونظر إلى رجل فقال يا عبد الله أوصي بما تريد وأستعد لما لا بد منه، فمات بعد 3 أيام. ومر عليه جعفر بن عمر العلوي وهو رث الهيئة، فضحك منه بعض من حضره، فقال رضي الله تعالى عنه سترونه عن قريب بخدم وحشم، فلم يمض شهر إلا وقد ولي المدينة، فحسنت حاله بسبب ذلك. وكان رضي الله تعالى عنه أسود اللون لأن أمه كانت سوداء، فدخل يوما حماما فبينما هو في مكان من الحمام إذ دخل عليه جندي فأزاله عن موضعه وقال صب على رأسي يا أسود، فصب على رأسه الماء، فدخل من عرفه فصاح يا جندي هلكت وأهلكت، استخدمت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإمام المسلمين. فانثنى الجندي يقبل رجليه ويقول هل عصيتني إذا أمرتك؟ فقال إنها لمثوبة وما أردت أن أعصيك فيما أثاب عليه. ثم أنشأ يقول ليس لي ذنب ولا ذنب لمن قال لي يا عبد أو يا أسود، إنما الذنب الذي ألبسني ظلمة وهو الذي لا يحمد. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن المكانة العلمية للإمام الرضا رضي الله تعالى عنه، وما صاغه شداة الأدب وأئمة الحرف في مدحه الجليل رضي الله تعالى عنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.